لنا نؤكد أن الشعب السوري واحد بكل مكوناته وبكل جغرافيته. لن نسمح أي منظمات إرهابية كمنظمة البيكيكي عصابات قنديل أن تقتل أو تتجزأ جزء من سوريا. بدأوا الموضوع بما يسمى العقد الاجتماعي، استمروا في الأمر تحت مسميات تقسيمات إدارية، والآن يقومون أو يدعون إلى ما يسمى الانتخابات. هذه الانتخابات لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الشرعية ولا من الناحية السياسية لها أي صفة أو أي اعتبارية، ومرفوضة رفضا قاطعا، مرفوضة من أبناء الشعب السوري، مرفوضة من الشعب السوري بكل مكوناته. نحن الأكراد والتركمان والعرب نسيج واحد، نحن ضد التقسيم، نحن الأكراد ضد الانفصاليين، ضد الإرهابيين قنديل. كل مين يبعث بتقسيم سوريا سنقطع يده بإذن الله تعالى. هم إرهابيين يريدون الانفصاليين قسد بتفريق العرب وخوضهم إلى الإرهاب. سبب وقفتنا اليوم رسالة نوجهها للعالم بأسره، إلى الولايات المتحدة، إلى مجلس الأمن، إلى كل الدول المعنية، أن هناك حزب انفصالي بيكيكي دخل في الأراضي السورية واحتلها واستباح الأرض والعرض ونهب خيرات البلاد ويريد تقسيم سوريا. ونحن ضد الانفصال وضد التقسيم، نحن شعب واحد، عرب وكرد وتركمان وأشوريين، نسيج واحد لا يمكن تفريقنا. وقفتنا احتجاجية، نحن الشعب السوري ضد التقسيم، ضد الحزب المبكي، ضد النظام، ضد إيران، ضد روسيا. الشعب السوري مع أرضه وتحريره من دير الزور للاطقية، من اعزاز لدرعا. نحن ضد التقسيم ولا بنسمح بالتقسيم باي من شكل من الاشكال. نحن شعب واحد ودين واحد وعقيده واحده باذن الله. بالضبط، هو الان في المناطق الشرقيه، هي شرق الفرات محتله من قسم من قبل البيكيكي، فالان يوجد انتخابات اداريه او انتخابات للمجالس المحلية أو انتخابات للانفصال عن سوريا. فنحن من هنا من هذه المناطق المحررة وأيضا المناطق التي كانت محررة ودفعنا دم بمئات الآلاف لتحريرها من دير الزور والرقة ومن بجو، كل المدن يحتلها الآن البيكيكي ويريد أن يقسم سوريا بأوامر خارجية. واليوم أتينا لنقول رسالة، نحن من هنا نقول لا للمجتمع الدولي، لمجلس الأمن، للدول العربية، لكل إنسان شريف، ونناشد أمريكا أيضا أن لا تدعم هذا المشروع الانفصالي، لأن الشعب السوري هو ضد هذا الانفصال. وأتينا لنقول رسالة أصلا من أخوتنا المحتلين في المناطق المحتلة، الأخوة العشائر العربية، هم تواصلوا معنا ولا يستطيعوا أن يتكلموا في المناطق المحتلة، لأن نعرف أن عصابات قنديل مثل عصابات الأسد، فطلبوا منا أن نوصل رسالة بلسانهم إلى المجتمع الدولي. أتينا هنا لنوصل هذه الرسالة بإذن الله، ونطالب أيضا طبعا الأخوة الأتراك وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان وقائد الجيش التركي وقادة الجيش الوطني ووزير الدفاع ورئيس الحكومة أن تجهز القوات العسكرية من أجل أن ذهبوا إلى هذا الانفصال، أن نكون جاهزين وأن ندفع الدم كما دفعنا في السابق لتحرير هذه المناطق. سوريا تبقى بلد واحدة ويد واحدة، عدم تقسيم سوريا إلى دويلات لكي نقضي على النظام وأحزاب البي بي كي وأعوانه. مطالبنا تحرير بلدنا، أن تبقى يد واحدة وأن نكون جميعا يد واحدة ضد النظام المجرم الذي قمنا من أجل القضاء عليه وعلى أعوانه من إيران وحزب الباعث وحزب البي بي كي الإرهابيين.